حول الموضوع ينضم لنا عبر الهاتف من الموصل السيد قتيبة حازم أحمد، مسؤول شعبة التعليم الإلكتروني في تربية نينوى. وأهلا بك معنا سيد قتيبة. أول مدرسة إذن في الموصل تلغي الكتب وتعتمد على الألواح الإلكترونية أو على التكنولوجيا في التعليم، في الوقت الحالي ومع زمن ربما ارتباط الأطفال الطلاب التلاميذ في مختلف الأعمار بالأجهزة الإلكترونية وبكل ما هو إلكتروني، مدى ربما فعالية هذه التجربة ودور التعليم الإلكتروني الآن في إيصال ربما المعلومة والمادة التعليمية إلى أذهان الطالب بشكل أسرع؟ بداية أرحب بكم، أجمل ترحيب بالمشاهدين الكرام. أحب أن أوضح طبعا ضمن توجيهات وزارة التربية من أجل تفعيل تجربة التعليم الإلكتروني في المدارس التابعة لتربية محافظة نينوى لمواكبة التطور الحاصل في مجال التقنيات التعليمية. قمنا نحن في شعبة التعليم الإلكتروني التابعة لقسم شؤون المناهج والتقنيات التربوية بدعم من مدير قسم القسم الأستاذ عبد السلام العبيدي بتدريب مجموعة من المعلمين والمدرسين على كيفية عمل هذه الدروس الإلكترونية التفاعلية باستخدام برامجيات الكمبيوتر، حيث يقوم المعلم بإعداد الدرس باستخدام أحد برامج الكمبيوتر مثلا الباوربوينت، مستخدما عناصر التشويق من رسوميات متحركة ومؤثرات صوتية تعمل على شد انتباه الطالب وتفاعله مع الدرس. طبعا كانت التجربة ناجحة ونتائجها مثمرة للمعلم والطالب في نفس الوقت، حيث لاحظنا تفاعل التلميذ مع المادة الدراسية، خاصة أن الطلاب يميلون ويحبون تطبيقات التكنولوجيا مثل الموبايل والكمبيوتر. فمثل هكذا دروس تبعد الطالب عن الملل طبعا والشرود الذهني، ويستخدم الطالب أكثر من حاسة للتعلم، ويكون التعلم بسرعة فترسخ المعلومة لدى الطالب بسرعة، وكذلك طريقة مفيدة للمعلم من حيث سهولة إيصال المعلومة وفكرة الدرس للطالب. طيب هل يمكن تعميم هذه التجربة بشكل أكبر لكي تعم مدارس أخرى؟ طبعا هذه التجربة إذا توفرت البنية التحتية، إذا توفرت جميع المناهج الدراسية إلكترونيا وأصبح لدى الطالب يعني جهاز كمبيوتر أو تابلت آيباد، توفرت السبورة الذكية في كل صف، وأهلنا المعلمين بالمهارات اللازمة لاستخدام الحاسوب في التعليم، ممكن أن نعممها على باقي المدارس حسب الإمكانيات المتوفرة طبعا. شكرا لك على هذه المداخلة سيد قتيبة حازم أحمد، مسؤول شعبة التعليم الإلكتروني في تربية نينوى، كنت معنا عبر الهاتف من الموصل.